أكتر مكان بحبه بالدار مطبخي، مش لأنه طبخي ذاتي، لا، بس لأنه هون بنجمع أكتر إشي، نطبخ، ناكل، بنحكي، يعني المطبخ عنا زي ما تقولوا مبهر بالحب. أكتر إشي بربطني بالدار هي غرفة القعدة. أمي بتضلها تبهدلني أنا وأصحابي، بتفتح الشبابيك من كتر ريحة الدخان. أكتر مكان بقعد فيه وقت بالبيت غرفتي، لأن ماما وبابا عملوا لي بيت للألعاب فيه. أنا كمان بس أكبر بدي أكون زي ماما وأعمل بيت زي الأولادي. أكتر إشي بحبه بهالدار هاي الشجرة. هاي الشجرة زرعها سيدي الله يرحمه أول ما عمر الدار، وكان يحبها ويدير باله عليها كأنها حدا من أولاده. وهلا زي ما أنتم شايفين قاعدين تحتها إحنا والعيلة. إيش